الكريم على هذا الانسان سوف نلتقي. اسعد الله مساءكم بالخير في برنامج الاولى مع الاولى من اذاعه الاولى 107.4. انا بالنسبه لي الاذاعه كانت صدفه، كنت طالبة عادية في المدرسة لكني كنت مسؤولة عن إذاعة المدرسية. اللي حصل أن واحدة من المدرسات في يوم فاجأتني بسؤال، قالت لي تحبين تشتغلين في الإذاعة؟ قلت لها أي إذاعة؟ قالت لي في إذاعة عربية فاتحة وإذا تحبين تشتغلين فيها. فاللي صار أني أنا ابتديت في الإعلام بدون فكر مسبق عند الآخر. سلوك الفرد في أي مجال أعتقد هو اللي يخليه يقبل أو يرفض، ومجتمعنا كان متفتح جدا، كانوا قدوتنا إخواننا اللي سبقونا في التعليم وخواتنا، فبالتالي كان العمل في أي مجال مرحب به، فكان هذا مجال جديد. أنا درست طبعا لغاية الثانوية في مدرسة الزهراء في الشارقة. بعد انتهاء دراستي حصلنا على بعثة، كان الابتعاث لدولة الكويت الشقيقة. في الكويت أنا قضيت سنة من دراستي، اخترت بعدها أني أنا أنتقل للدراسة في القاهرة. أثر أكثر بليلى رستم لأنها هي كانت محاورة، وكنت أتمنى أني أنا أكون إعلاميات المحاورات، وشاءت الأقدار أني أنا أمارس هذا العمل بشغفه وبمتاعبه، لكن هالمتاعب اللي تخلي الإنسان يشعر أنه على الأقل يقدم وجه متوازن في الوطن للمرأة الإماراتية الإعلامية، لأني أنا أعتبر نفسي تلميذة من تلميذات الشيخ زايد اللي تلمذت على إيده. الإعلام مش بهذه الصعوبة لو قارنتي بعملي الآخر اللي بدأ سنة 74 وهو تمثيل الدولة في الخارج، إلى أن أصبحت ولله الحمد المفوض العام لدولة الإمارات الإكسبو العالمية. الشيخ زايد أعطاني ثقة غير محدودة، لدرجة أن كانوا يقولوا لي كيف حرمة تمثل البلاد برا، كان يقولهم لأنها عن 10 ريال. متى ما كانت القيادة داعمة للإنسان رجل أو امرأة يعطي بلا حدود. بتكريم من الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم الدبي حفظه الله، أنا أتصور هذه أعظم وأغلى كلمة شكر وصلت. كن ذاتك وعشق وطنك ولا تساوم عليه، ولا تساوم على المبادئ، ولا تفرط في كل القيم، وهذا أهم شيء.